اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج ديوان المله اليوم سيكون حديثنا عن العلاقات الالمانيه الخليجيه وايضا الجهود التي تقوم بها المانيا في المنطقه رحبوا معي بضيفي العزيز الاستاذ دينيس كوميتات المتحدث باسم وزاره الخارجيه الالمانيه في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا مرحبا بك استاذ دينيس مساء الخير استاذ المله وشكرا لاستضافتكم السؤال الأول أستاذ دينيس كيف تقيم العلاقات الألمانية الخليجية وما هي أهم الملفات التي تقومون بالتنسيق مع دول الخليج لحلها للحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط تتمتع ألمانيا بالعلاقات جيدة مع دول الخليج منذ فترة طويلة ليس فقط على مستوى الرسمي ولكن على مستوى الناس والشعبي كمان فأنا أعرف شخصيا أنه كثير من الخارجين يحبوا السياحة في ألمانيا ويحبوا العلاج الطبي في ألمانيا وأيضا هناك عدد كبير من الألمان يشتغلوا في دول الخليج في عديد من المهن وأكيد على مستوى السياسي مستوى الدبلوماسي العلاقات عميقة وجيدة جدا مع كل الدول الخليج وكما نعرف الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزير الدولة نيلس أنن إلى دول الخليج كان ناجحة جدا فشارك وكيل الوزارة الخارجية ألمانيا ميغيل في الحوار منامة الأسبوع الماضي أيضا وطبعا على مستوى السياسي لدينا كثير من الأشياء المشتركة مع دول الخليج على سبيل المثال الاهتمام والاستقرار الاقليمي وكذلك ايضا الاهتمام بتعزيز عمل الامم المتحده في الاقليم وبعدها وبالتاكيد اننا جميعا مانحين مهمين سواء على مستوى الثنائي او كمان على نظام الامم المتحده ككل وذلك مهمه مشتركه للجميع ونعتقد انه من الجيد بشكل خاص ان مجلس التعاون الخليجي غير قادرا على التغلب على اسماء قطر بالعمل الماضي ايضا بدعم من الكويت خلال الوقت الحالي من المهم جدا ان تعامل هذه المنطقه معا لايجاد حلول مشتركه للمنطقه على سبيل المثال على الوضع الكارثي في اليمن ولكن ايضا بالطبع فيما يخص الموضوع الإيراني وغيرها سؤالنا الآخر سيد دينيس ما الجهود التي تقوم بها ألمانيا في الحفاظ على المناخ على كوكب الأرض وإنجاح قمة المناخ كوب 26؟ كلنا نعرف أن ظاهرة تغيير المناخ تهديد مشترك لكل العالم وبدون استثناء وبالتأكيد أيضا للدول الخليج الحكومة الألمانية حكومة ناشطة جدا في هذا المجال من منذ طويل منذ زمن طويل وخاصة ألمانيا تخص على الطاقة المتجددة والنقل وقطاعات صناعية أيضا نرى أن دول الخليج يدرك أيضا أهمية هذه القضية ونحن نعلم بالطبع أن المصدر الازدهار الأول لبعض دول الخليج هو النفط والغاز ولذلك من الصعب جدا لدول الخليج أن يستبدل هذه المصادر المال والاستهلاك الاقتصادي لمصادر أخرى بعد أمام طريق طويل لتحقيق الهدف المشترك وهذا الهدف بالتأكيد أنه تحديد الارتفاع الحراري العالمي على مستوى واحد ونص درجة مئوية مقارنة في الماضي أيضا يدفعنا لسؤال مهم وهذا سؤال يدور في منطقتنا ما هو الموقف الألماني حول المعاناة الإنسانية في أثيوبيا؟ شكراً لهذا السؤال المهم فالحكومة الألمانية قلقة جدا بشأن ما يحدث في إثيوبيا في الوقت الحالي، وخاصة التقارير المتعلقة بوجود الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبالتأكيد يجب التحقيق فيها بدقة. يجب أيضًا منح حق الوصول إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثة بشكل عاجل، ونحن مقتنعين أن تصاعد الأنف من جميع الأطراف لن يحل المشكلة تمامًا. والحكومة الألمانية ستدل تتابع التطورات في إثيوبيا عن قرب أيضا هناك دولة أفريقية أخرى ما رأيكم في التطورات الأخيرة في السودان وما هو الواجب نحو العودة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان يعني وضح أن التطورات السياسية في السودان خلال العامين الماضيين إيجابية للغاية ولذلك قدمت ألمانيا دعم كبير بتلك الجهود الضخمة في المجال الاقتصادي والسياسي. فأثرت الشعب السوداني بتصميم كبير في الأيام الأسابيع الماضية أنه يعارض الانقلاب العسكري بالأغلبية الساحقة. ولذلك نعتبر أنه من الإيجابية أولا وقبل كل شيء أن قد تم اتفاق بالسودان على إعادة رئيس الوزراء حمدوك الى منصبه وهذا الخطوة الاولى جيدة ولكن الحكومة الالمانية تريد تحقيق بعض الخطوات المهمة في مجالات السياسة والاقتصاد والمن أهم الخطوات هي الإلغاء جميع القرارات الفريق بوحان التي صدرت في سياق الانقلاب ونطالب بالإفراج عن سجناء السياسيين وإعادة القادة السياسيين المفرج عنهم إلى مناصبهم والحدث الإسمي الذي طالبنا به منذ بداية هو العودة الحقيقية لعملية الانتقال وسنراقب في الأيام القليلة القادمة ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك أم لا بس حتى ذلك الحين ننظر إلى آخر التطورات في السودان بتفاؤل حذر يا ليت تحدثني عن الدور الألماني في مساعدة اللاجئين الأفغان ايه ففيما يخص أفغانستان شاركت الحكومة الألمانية بشكل كبير في أفغانستان على مدار عشرين سنة الماضية وأكثر حتى. ولهذا السبب لدينا الآن مسؤولية تجاه الأشخاص الذين عملوا معنا في ذلك الوقت وتحاول ألمانيا المساعدة لذلك الشخص في داخل البلد وخارجها و... ونعرف أن عدد معين من هذه الأشخاص يريدون الخروج من أفغانستان وهو الأمر صعب بالطبع ونحاول مساعدتهم وجعل السفر إلى ألمانيا إذا ممكن وهو أكيد أمر صعب بالطبع ولكن غالبا ينجح فنرى أن من المهم سياسيا بالنسبة لنا أن تفي الحكومة الجديدة بوعودها في مجال التعليم حقوق المرأة وبالتالي في المجال السياسي بشكل عام وما زلنا ننتقد بشدة ما إذا كان هذا صحيح أم لا وقد كان في الأسبوع الماضي أول وقت رفيع المستوى في كابول لإجراء مخالفات ولاني أشدد أن بالنسبة لنا من المهم جدا الدخول العاملين للمنظمات الأمم المتحدة ولمنظمات الإغاثة الدولية إلى أفغانستان فتحاول ألمانيا المساعدة حيثما ممكن ذلك وكثير من المساعدات تمر أيضا عبر الدوحة ولذلك أود أن أشكرها كثيرا على دعمها خلنا نتكلم عن الجهود التي تقوم بها ألمانيا لجمع الأدلة على جرائم الحرب ضد الإنسانية التي ارتكبتها داعش في فأنا أتفق معك أن ما فعل داعش في العراق هو جرائم حرب بدون شك ولهذا السبب دعمت ألمانيا منذ فترة طويل إنشاء منظمة معنية تابعة الأمم المتحدة ووفرنا في هذا العام فقط مبلغ كبير مرة أخرى لهذا الغرض من المهم لنا وأعتقد للمجتمع الدولي ككل يجب ألا تضيع الأدلة وبطبعا هذا صعب للغاية ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يكمنا بهذا لاحقا محاسبة الجناح فيجب ألا ننسى هذا ويجب أن نتابع عن كرب كرة الإمكان ويأتي الرئيس البعثة الأمم المتحدة لدى العراق القاضي كريستيان ريتشر من المانيا ولكن واعتقد هذا واضح جدا هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعلنا ندعم تلك المهمه وانما كونها تتعلق بالجرائم الفظيعه التي كتبت هؤلاء الاشخاص من منظمه داعش على نفس السياق وعلى نفس ملف العراق لماذا قامت ألمانيا بإعادة إعمار الموصل بالعراق؟ شكرا لهذا السؤال فدعني أتيك السياق الآن قليلا فألمانيا لديها اهتمام استراتيجي لاستقرار المنطقة وطبعا كمان استقرار العراق ولذلك قام ألمانيا قامت ألمانيا بتمويل بشكل كبير وملموس بعد تغلب منظمه داعش في العراق ومولنا عديد من المشاريع في كل البلد الكبير ومشروع من المشاريع هو اعاده مدينة مدينة موسول وفضلاً عن ذلك، قدمت ألمانيا منذ 2015 أكثر من 350 مليون دولار استفادت منها تقريباً 5 مليون شخص كما تم مثلاً إعادة الإعمار 62 مدرسة و 15 إعادة و 23 سابقة مئة وبالتأكيد مدينة موسول دمرت بشكل كبير خلال الحرب ضد منظمة داعش ولذلك ألمانيا تركز بشدة على إعادة إعادة إمار مدينة موصل وريفها سؤالنا الأخير أستاذ دينيس ما الموقف الألماني نحو الحوثي الذي قام بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في صنعاء واحتجاز الموظفين؟ طبعا الوضع في اليمن وضع صعب منذ زمن طويل ففيما يخص الموضوع في السفارة الأمريكية في صنعاء أنا أشارك المجلس الأمن الدولي في الإدانة لاحتلال الحوثيين السفارة الأمريكية واختجاز موظفيها وهذا بالتأكيد انتهاك الاتفاقية فيينا ونطالب الحوثيون الإفراج الفوري عن جميع الموظفين للسفارة الأمريكية وانسحاب من مبنى السفارة ولو تكلمنا قليلا عن الوضع في اليمن بشكل عام فإن من الضروري أن تعود الأطراف بالنزاع إلى طاولة المفاوضات تحت قيادة الأمم المتحدة وفي أقرب وقت ممكن ولذلك نقدم الدعم السياسي والمالي للمعبوث الخاص في اليمن هانس باك وفي جهود الاستئناف المفاوضات السلام كما تعمل ألمانيا منذ أكثر من أربع سنوات على تعزيز الإجراءات الحوار بين الأطراف اليمينية، وفضلا عن ذلك تعمل ألمانيا على تخفيف الوضع الإنساني الكارثي هناك، وتدعم المنظمات الإغاثة الإنسانية في تقديم المساعدات المطلوبة بشكل آجل، ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا قدمت في العامين الماليين وقتها ما يقارب من نصف مليار يورو كمساعدة إنسانية لليمن. ولكن نظرا للنقص المزمن في تمويل المساعدات الإنسانية فإننا نحث الدول الأخرى على المشاركة في هذا السياق. في نهاية حلقتنا أشكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينيس كوميتاد على هذه الحلقة ونراك في حلقة أخرى. شكرا جزيلا. هذا الحوار جميل. والى اللقاء اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه برنامج ديوان المله مع السلامه